ولما سألوا محمد القص هو دورك الشرير ده في مسلسل برغم القانون على أغنية حكيم، رد يعني رد بأداء، رد بقوة، رد برصانة. خلينا نتفرج على الفيديو. محمد القص الورقه دي بخاف منها. الثانيه الثانيه انا بحس الاولانيه بتاعت تعالى اهلا وسهلا. الثانيه ربنا يعينك. لا والله ابدا، انا بس كنت هقول استغلالا لمهاراتك اللغويه بسبب التنقل، فاحنا عايزين نجرب ان اقول لك موقف وتتكلم ونفس الموقف تقوله باكتر من لهجه، يعني لانه هنحتاج مش بس المفردات انما كمان الاداء الثقافي. اوكي، يعني محمد القص دلوقتي في البدايه هو مصري وبيطلب على التليفون مطعم كان عامل منه اوردر، الاوردر اتاخر والحاجه اتلخبطت وبيفصل في الفلوس، فهنبتدي الاول الخناقه دي بالتليفون وبالاصناف، بالمصري مره، بالسعودي مره، بالسوداني مره. اوكي، واكيد بالسوري. اوكي، بالثقافة. اوكي، المصري المصري خليه راجل العجوز. اوكي اوكي ثاني. مش متخيل، انا اصلا مش متخيل اني قاعد مع منى الشاذلي. انت والله العظيم مش فاهم. اقسم انت منور. اختي بتسالك انت محافظه على جمالك ازاي من غير عمليات تجميل؟ بص بص بقى، اقسم بالله التاجر هو اللي بيتكلم، بيبيع لي دلوقتي اشاره. لا معلش، بص يا جماعه، التاجر السوري مفيش احلى من لسانه. وحيات اللي خلقك، وحيات ده انت هتبيعني الاستوديو وانت ماشي. اشكرك. بصي والله ده سؤال اختي وانا جاي. بصي والله وهي متجوزه مصري من بلطيم من كفر الشيخ. الله. والله العظيم. فهي قالت لي، قالت سأل على حاجتين. بص شوف لي لو هي حلوه بجد. اللي هي زي تاني نسألها، هي فساتينها بتجيبها منين؟ بص دولابي كله مني لاختك. الله. ولا تشيل هم. المهم ام محمد هنبيعهم والنفس بالمهر. بيزنس. انا عارف يجيبوا كمان في مصر. هتتكلم بقى. هتكلم المصري. الو، ازيك يا حبيبي، عامل ايه، اخبارك، عندكم ايه النهارده؟ مش كل ماشي ماشي ماشي. طب بص، عايز استنى اما اقول لك. طب بص تستاجر ليه يا ابني؟ لحظه لحظه. ماشي ماشي. عايز ملوخيه ورز معمر نص كيلو طرب، طرب مبرح بقى. لا لا ماشي ماشي ماشي. عندك ايه؟ لا ما تفتيش، بقول لك عندك ايه. طب ماشي ماشي. لا خلاص، بس اللي طلبتهم دول. وعايزهم هتجيبهم انت؟ لا 45 دقيقه ليه؟ ده انت جنبي هنا يا ابني، في ايه؟ لا بقول لك اديني صاحب المطعم. هو كده احنا بنعمل كده. صاحب المطعم كلمه بالظبط. عارف تكلمني ولا ايه؟ بالظبط، اديني حد كبير اكلمه.